لا تبنى الأوطان إلا بالعلم، ولذلك عندما يكرم أهل العلم فهو تكريم لمستقبل الوطن وإعلاء لقيمة يجب أن تترسخ في ذهنية كل إنسان جزائري، وهو أنه إذا أردنا أن نتقدم، أن نتطور، أن نصل إلى ركب الأمم التي تبوأت المرتبة العالية في العالم، فلا سبيل لذلك إلا بالعلم. ولذلك عندما تبذل الجهود وتصرف الأموال وتستثمر البرامج في العلم وتحصيل العلم وتدعيم المؤسسات الإعلامية، فهذا لابد أن يكون أولوية، لأن كل القطاعات هي تبني مثلا اقتصاد، وهناك من تبني اجتماع وتبني أشياء كثيرة، لكن العلم يبني الإنسان، والإنسان هو الذي يبني كل شيء. وهناك من العلماء من يقول إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.